ومن خصائص يوم الجمعة أنه يستحب للمسلمين أو لمن له ولاية على المسجد إن كانت هناك سعة من المال أو لأحد المحسنين أن يطيب وأن يبخر المسجد يوم الجمعة قبل مجيء الناس. ودليل ذلك كما في مصنف عبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه كان يأمر نعيم ابن عبد الله المجمر أن يبخر المسجد حين ينتصف النهار. قال ابن القيم رحمه الله: ولذلك سمي بالمجمر لأنه كان يشعل الجمرة وكان يبخر المسجد في يوم الجمعة.